تكتسب وعي كبير، وعي سياسي، واليوم تتحقق هذه المطالب بنص استقالة الرئيس، الرئيس الذي تجاوب مع مطالب الشعب الجزائري. قبل ذلك موفدون إلى العديد من الولايات، مثل ما كنا نتابع في المباشر، الجماهير الجزائرية قررت أن تخرج وتعبر عن فرحتها لأن الحراك أتى أول أكلة، الحراك أتى أول كهل باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مثل ما طلب الحراك. الحراك قال لا عهد خامسة ولا عهد رابعة بتمديدها وتأجيلها. قبل ذلك كان اليوم قمنا اجتماع حاسم لقيادة الأركان برئاسة القائد صالح، القائد صالح الذي كان منذ أول تعليق له من ورقلة قال أن الشعب الجيش مع شعبه، وقال أن الجيش يستمد قوته من الشعب والشعب يستمد قوته من الجيش، الجيش الوطني الشعبي كان ولا يزال دائما من الشعب وإلى الشعب. ومنذ الوهلة الأولى القائد صالح قال أنه يجب الاستجابة للمطالب الشعبية، نادى بتطبيق المادة 102، ثم تلاها اليوم البيان الذي قال يجب التعجيل. قائد صالح كان صريحا وقال أن هناك عصابة استولت على مقدرات وخيرات الشعب الجزائري، وقال هذه العصابة استولت على هذه الخيرات بطرق مشبوهة.